تفتيح المجال الداخليه. مجرد القابور. مجرد ايه؟ مجرد القابور. ايه هو القابور؟ لو بتجيب حاجه حديده كده على حسب السمك بتاعك وابتدي. نعم، مجرد القابور بيعمل قابور، وابتدي القابور هو ده، لكن دي مجرد القابور وابتدي احطها هنا. خلاص، طب لو احنا ما عملناش المجرى دي خلاص وجبنا عمودين وحطيناهم مع بعض، هيلف الترس في بلد الايه، اعمل مجرى خلاص بتبقى ايه، هي اعلى اللي هي كده اعلى من الايه، من السقف اللي انا عملته. يعني لو هنا سقف هنا 25 او 30 مللي بخش عمق، هنا بنسمي الجزء ده عمق القطر، اللي هي الشغل بتبقى ثابت كده، بخش على القلم بنسميه ايه؟ عمق القطر، مش التغذيه، عمق القطر. انا لما اجي اقيس من هنا هنا هلاقي هنا هيبقى اكبر، ما بنسمي ايه عمق القطر. ده بنقيس الداخلي، مش بنقيس قطر الداخلي 25. لو جيت عند المجرى هنا وقست تاني مثلا في 5 مل، يبقى كام بقى؟ 30 او بقى 35، على حسب ما بزود عمق القطع بتاع اللي هو ايه اللي جوه ده. حركه التغذيه لو انا عايز اوسع المجرى بتاعتي، نعمل مجرى كبيره زي كده، كذا مجرى كذا مجرى. ليه؟ بنجيب عمود، بنجيب عمود فيه برضه نفس المجاري ديت اهي، هنحطه هنا كده. لا عشان لما يلف الترس يلف العمود يلف وشه. بص يا باشمهندس، انا بسال يا جدعان والله. اسمها ايه؟ المعوشات الرئيسيه لتفتيح المجاري الداخليه. يبقى انا بعمل مجاري داخليه، ما بعملش تروس. اما اقول انا عايز اعمل تروس، يبقى انا في حاجه اسمها فريزر، بودي شغل على الفريزر وعلى جهاز تقسيم وبقسم. لكن انا ما عنديش جهاز تقسيم، انا عندي صينيه بتلف الشغله بتبقى ثابته، وببتدي اعمل الكي بتاعي على حسب ما انا عايز كذا مجرى انا عايزه. لكن ما بعملش ترس خارجي. اسمها ايه؟ المقطوع ايه عندكم؟ المنشطه الرئيسيه ليه؟ العمل الداخليه، المجاري الداخليه. يبقى هعمل ترس ازاي بقى؟ ماليش دعوه بالدكتور بقى، انا بقى انا هنا اهو، وعندك في الكتاب مكتوب ايه؟ منشطه رئيسيه تفتيح المجال الداخلي. ما ينفعش ان انا افتح ترس هنا. ها؟ ايه دعوه بالدكتور انا؟ بس انا ممكن اعمل كده. نعم. بس انا ممكن اعمل لا، دي حاجه ثانيه دي بقى. ممكن يعني. لا بس دي حاجه ثانيه. يعني انتوا مش هتنفذوا بتاعت الفضل. لكن انت ما تيجي تشتغل بره ممكن. ليه بقى؟ بنعمل ايه بقى؟ حاجه اسمها ايه؟ بتجيب ايه؟ قلم طبعه. يعني قلم بتشكله على حسب السن اللي انا عايزه. وببتدي احطه وببتدي اشتغل من بره، بس دي حاجه تبعد عن نقطه. احنا بنشتغل في الحاجه اللي انتوا عارفينها، الحاجه اللي هي تدرسوها، اللي هي المجاري الداخليه. ماليش دعوه بالتروس، التروس دي روح على الفريزر. خلاص؟ لكن لو عايز عندي مثلا عندي ترس عملته وطلع فيه عايز يغوط شويه او حاجه زي كده، بجيب قلم بعد اشكله ويخش عندي فريزر وارش بره تحت السلم كده وابتدي اعمل الترس ده. لكن هنا لا، هنا انا بقول لك دي مؤسسه رئيسيه تفتح مجال داخلي، ماليش دعوه بالتروس. التروس دي ما بتتفقش معاها الدكتوره. معلش هو ازاي بعمل ايه شكل التشغيل؟ خلاص كده يا استاذين، يبقى انا بعمل كذا مجرى اللي هي بنسميها الكي دوت، عايز اعمل كذا مجرى بعملها. يبقى احنا قلنا هنعمل مجرى القابور، اللي هي القابور ده اللي هو دي المجرى على المنشطة الرئيسية لتفتيح المجال. خلاص كده؟ أول حاجة بنعملها هنبص للشغلة نفسها، طريقة تثبيت الشغلة. بسبب الشغلة كل هنا الفرش بتاعي إيه؟ أسطواني. يا جماعة كده كل حاجة هتركب هنا أسطواني. أنا أجيب طنبورة زي دي كده كبيرة، ممكن أحطها على الإيه؟ على المكنة. بجيب طنبورة صغيرة على الشكل. طيب عايز أفتح كرسي زي دوت على المكنة دي، همسكه ازاي؟ احط كده وامسكه بالطريقة دي. ما ينفعش. ما ينفعش. وسع كده على كده شوية. بجيب ظرف المخرطة، عارفين ظرف المخرطة؟ عدل. واللون بتاعته عدل. ببتدي امسك الشغلة بتاعتي كده. وبجيب عمود سبورت على حسب القطر اللي أنا عايزه، وببتدي أعمل المجرى بتاعتي. بص هنا كده. بص كده. بص هنا أهوت. أدي القلم أهو. ده اسمه حامل القلم. حد القطر بتاعي أهو.
بفك المسمار ده وارتب الحد اللي انا عايزه، كان 5 مللي 10 مللي على حسب الكي اللي انا هعملها او المجرى اللي انا هعملها. بص هنا كده المجرى دي هلاقيها على قد القلم ده بالظبط، بص كده اهو اهو، بص اهي مفيش حاجه منوره اهي، بس بقى في كروس ايه من تحت عشان يشتغل السفورت بتاعه. خلاص قول ترت انا ثبت على الدكتوره هاله. احنا بنثبت الشغله. طيب طريقه تثبيت الشغله دي اهم حاجه، انا عندي الصينيه اهي الشغله، الصينيه دي في النص في المركز بتاعي اللي هو بجيب الحد القطع بتاعي او العمود بتاعي وابتدي اسنتر فيه. خلاص طيب هنبص للفرش المكنه كده كويس، هل يكفي ان انا احط العمود بتاعي هنا واشتغل؟ لازم اثبتش، احنا قلنا ما تثبتش. لا بص للفرش نفسه، بص الفرش نفسه بتاع فيه ايه؟ لا بص ما ينفعش تستعجلش يا باشمهندس، ما ينفعش تجيب شغله تحطها كده، تحطها كده سنتر سنتر. ابص بقى للفرش كويس، بص الفرش كويس على المكنه، بص الفرش كويس على المكنه. ها في ايه الفرش؟ ها؟ فين؟ المجال دي عشان تريد تثبيت. بص الفرش كويس تاني. ها؟ 100 سم. هتلاقي فيه مراكز؟ اه. احنا قلنا الشغله بتركب الصواني. يبقى معنى كده ان عندي المراكز اهيت، كل مركز من دوت بحط عليه الشغله بتاعتي. اهو المراكز اهي. تمام؟ يبقى ما بحطش الشغله كده. لو انا حطيت الشغله بتاعتي غلط، اهم حاجه انا بجيب خامه وبخرج وببتدي افرز اعمل الترس وابتدي اعمل المجرة. اهم حاجه بقى في الشغله دي كلها ايه؟ هي مجرة الخابور. لو مجرة الخابور دي ما طلعتش مظبوطه هيحصل ايه؟ هيكسر المكنه او هتبوظ. يبقى اهم حاجه بقى عندي بحط الشغله تطلع مظبوطه بسنطرت. طب معلش انت بتقولي سنتر ازاي؟ مش فاهمه. تعالي بص يا باشمهندس هنا كده، دي واحده طريقه تثبيت